الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع السنن، والان سنن ابن ماجه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الامام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الديات باب الديات على العاقلة، فان لم يكن عاقلة ففي بيت المال. قال الإمام رحمه الله: حدثنا علي بن محمد. لا طبعا، ففي بيت المال هذه أيضا دلالة كما قلنا بأنه لا يمكن أن يكون دم المسلم هدر. نعم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا علي بن محمد. علي بن محمد التنافسي، ومر علينا كثيرا وحسن الحديث. قال حدثنا وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي، الثقة السبت الأمير، أولاه الجماعة. قال حدثنا أبي. أبوه الجراح الرؤاسي فيه كلام. عن منصور. منصور بن المعتمر، ومن ثقات الأثبات، رواه الجمع. عن إبراهيم. إبراهيم النخعي، بن يزيد النخعي، من ثقات الأثبات، من الفقهاء، رواه الجمع. عن عبيد بن نضيلة. أعتقد هذا من ثقات. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. رضي الله عنه وأرضاه. قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا يحيى بن درست. قال حدثنا يحيى بن درست. قال حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد من ثقات الأثبات، من أساطير المحدثين، رواه الله جماعة. عن بديل بن ميسرة. بديل بن ميسرة من ثقات. عن علي بن أبي طلحة. عن راشد بن سعد. عن أبي عمرو الهوزاني. راشد بن سعد من ثقات. عن أبي عمرو الهوزاني. نعم. عن المقدام الشامي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأورثه، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه. نعم. هذا الباب انتهى؟ أين هو؟ نعم. وفي الحديث الثاني أن سلم قال: قال الخال: أنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه. قال: والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه. وهذا الحديث أيضا فيه الأصل في هذا الباب، هو باب الدية على العاقلة. الدية على العاقلة، طبعا إذا قال الدية على العاقلة يبقى لابد أن نقول: ودية قتل الخطأ على العاقلة. ودية قتل الخطأ على العاقلة. نعم. قال: الدية على العاقلة، فإن لم يكن عاقلة ففي بيت مال المسلمين. طبعا في بيت المال هنا إذا كان بيت المال قائما، فدم المسلم لا يقع هدرا بحال من الأحوال. دم المسلم لا يقع هدرا بحال من الأحوال، له قيمته وعظيم قيمته عند ربه جل في علاه. لذلك قال في بيت مال المسلمين. الحديث الأول: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية. وقلنا أصل الدية الإبل، وفي النفس كما حديث عمرو بن حزم قال: في النفس 100 من الإبل، في النفس 100 من الإبل. حديث حويصة ومحيصة، وأن سلم وداه بمئة من الإبل. أصل الدية من الإبل وهي 100. وقد بينا عند جماهير بأن أصل الدية على 3: الإبل والذهب والورق. وقلنا في زيادة ذلك حديث عمر، وحديث أيضا الذي ورد عن سلم بسند حسن، بأنه أيضا جعل أهل البقر على 200 بقرة، وجعل على أهل الشاء 2000 شاة. الغرض المقصود بأن الدية على العاقلة، والعاقلة هي عصابات القاتل، عصبة القاتل. يبقى الأصول والفروع والحواشي من إخوة وأعمام وأبناء أعمام هي العصبات. فالعاقلة هي التي تعقل عن القاتل قتل الخطأ، التي تتكفل بالدية، هم العصبات. هذه هي العاقلة. قضى رسول الله بالدية على العاقلة. وقد قلنا الحكمة بأن الدية على العاقلة هناك نوع تفريط منهم، وأيضا هناك نوع غن، فكان الأمر أخذ باليد على التفريط، والأمر الثاني غنم بغرم. لو مات لورثوه لذلك هم يتحملوا. لذلك قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة. واتفاق الأمة كما قلنا من الدية على العاقلة دية الخطأ على العاقلة، وهي عند جماهير السلف والخلف على 3 سنوات. عند جماهير السلف والخلف على 3 سنوات، وكما بينا
بأنها كما قسمها النبي صلى الله عليه وسلم في أخماسا، نعم، في هذا الباب، نعم، قلنا 30 صحيح؟ لا، قلنا 20 حقة و20 جدعة و20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 بنت ابن بني مخاض و20 بني مخاض، وده بحديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. نعم. والحديث الثاني قال: أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه. وهذه فيها دلالة كما قلنا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل لأنه ولي هو أبوه ولي المؤمنين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، وأن هذه المسألة تؤول إلى بيت مال المسلمين، لأنه إن لم يكن ثمة أحد يقضي يعقله فبيت مال المسلمين يعقله، لأن دم المسلم لا يمكن أن يكون هدرا. قال: أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه. هنا بين الإرث هنا، وهذا اسمه إجمال وبعده التبيين. لما قال صلى الله عليه وسلم: أنا وارث من لا وارث له، يعني أنا لست أنا الذي أرثه، أرث عنه العقل، أعقل عنه. أو قل: أنا وارث من لا وارث له، يعني ماله في إلى بيت مال المسلمين. وهذا الذي قاله الشافعية وقاله المالكية أيضا والأوزاعي، لأنهم يرون أن الخال لا يرث كما سنبين. قال: أرث وأرث، والخال وارث من لا وارث له، وهذا تصريح تمسك به الحنابلة وتمسك به الأحناف على توريث ذوي الأرحام، على توريث ذوي الأرحام. قال: يعقل عنه ويرث، ويعقل عنه ويرثه، فجعل الخال وارثا. الحق أن الخال ليس من العصبات، بالإجماع الخال ليس من العصبات، فكيف أنزله منزلة العصبة؟ لذلك علماءنا قالوا، علماء الشافعية الذين قالوا، طبعا الذي قال بذلك وعلي وغيره وابن مسعود أعتقد، وأما القول الثاني والقول قول الذي قال فيه نفسنا فرضي الأمة من زيد بن ثابت، هو الذي قال الخال لا يرث، فيكون يحتاجون إذا إلى توريه الحديث الخال وارث من لا وارث له، يحتاجون إلى توريه ذلك إذا قالوا لا يرث. عدم وجود العصبة والموالاة، لا، هم يقولون ليس بوارث أصلا. أيوة، لا ينزلون حتى الحديث، لا يقولون بظاهره، لا يقولون بظاهر، يعني لا يرث بحال من الأحوال. هم طبعا الأحناف والحنابلة لما قالوا بأنه يرث، قالوا يرث بإيش؟ بمن يدلي به من العصبات، يعني ينزل منزلته في القرابة، ينزل منزلته عشان يرث إرثه. والصحيح أنه عند الشافعية وعند المالك والأوزاعي قالوا أنه لا يرث، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والخال وارث من لا وارث له، له طعمة للقربة، فسماها إرثا تجوزا، له طعمة للقربة وسماه إرثا تجوزا. لما قالوا؟ لأن الإجماع على أن الإرث لا يكون إلا بالعصب في هذا الباس. وحديث ابن عباس أنه قال إيش؟ قال: الحق الفرادة بإهلاف المتوقف فلأولى رجل ذكر على أساس العصبة. فإذا هذا صريح في هذا الباب، فلذلك قالوا بأن قول السلام والخال وارث من لا وارث له، بأن هذا مؤول عنها طعمة يطعمها للقربة، طعمة يطعمها للقربة. هذا الباب في مسألة الدية، وأن الدية على العاقلة، وقد بينا قبل ذلك أمس الحكمة من أنها على العاقلة. فوائد المستنبطة، ممكن يلحق بالآية يعني، وإذا حضر القسمة بالقربة، نعم، يلحق بها فقط رزق منها، طعمها يطعمها للقربة فقط للآية. نعم. السنة وحي كما أن القرآن وحي، من وين هذه؟ السنة وحي من وين؟ قضى رسول الله. ممتاز. قضى رسول الله، وقضاء رسول الله كقضاء الله جل في علاه. في قوله: أنا وارث من لا وارث له، فتح بيت مال المسلمين. فتح بيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين هو الذي يودي من لا عاقل له. حسن الطاعة في وصل القرابة، حسن الطاعة في وصل القرابة. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب ابن ماجه. وأخونا فياض يقول: الخال لا يرث ولا يساهم في الدية. نعم نعم، هذا صحيح. سلف على الجدة يقول: هل يعني ذلك أن من ليس عنده عاقلة يجوز إعطاؤه الدية من مال الزكاة؟ نعم يجوز ذلك. الزكاة. نعم يجوز ذلك.
إذا ماتت الزوجة طبعا مش إعطاءه هو، يعني يسد عنه من الزكاة من باب شغل الغارمين، يسد عنه من الزكاة. لا مش من الغارمين، هو استحق العاقلة، فقد الأصل له فيسد عنه بهذا الباب، هو دين لابد أنه، لكن هو ما غرمش نزل منزلته. يقول إذا ماتت الزوجة الكتابية وليس لها وارث مالها؟ كيف حال الإرث؟ الإرث يروح لقرابتها من النصارى، يروح لقرابتها من أهل الكتاب، لا تورث بين أهل ملتين، ولا تدخل بيت المال، ولا تدخل بيت المال المسلمين. وقد نقول بدخولها بيت المسلمين طبعا. لما الذهاب للتأويل في إرث الخال رغم إمكان الجمع بينه وبين مستند الإجماع؟ كيف الإجماع؟ نحتاج إلى فهم كيف الإجماع. هو إنه يرث؟ هو قول جيد يعني، لكن الحق حديث ابن عباس فاصل في الباب. ما جمعنا أنت جعلته عصبة، هو ليس بعصبة. أيوة عند الانعدام أنزلته بعصبة وليس بعصبة، وهو وعندنا التوجيه من الآية فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. الخال يستطيع، الخال يزوج البنت ليه؟ ليس بعصبة وليس وليا. يبقى إذن ليس بوارث أو الآن ليس وليا أو الآن، يعني طالب علم ممكن يكون هو الولي والخال لا يكون وليا، فهمت؟ جهاد تقول إن الإرث للعصبة فقط. جهاد يقول الإرث هي أصلا صاحبة الاستدراك. مين صاحب الاستدراك؟ قال لما الذهاب في إرث الخال رغم إمكان الجمع بينه وبين المستدحس، ثم قال إن الإرث للعصبة فقط. طيب هو خلاص. طيب الأخت تقول إذا ماتت الزوجة أجبناها تقريبا، إذا ماتت الزوجة الكتابية وليس لها وارث علما بأن زوجها مسلم، تقول إجماع على الإرث فقط، هي معنى ليست علينا، لا معنى. هو لما الذهاب للتأويل في إرث الخال رغم إمكان الجمع؟ كيف معنى شيخ؟ فين إمكان الجمع؟ قاتل إرث العصبة فقط سهو. هي إيش تريد أو إيش يريد هو؟ تقول ما في ما فيش تعارض. إيش يريد يأتي لنا بما عنده؟ طيب نجيب على السؤال الآخر شيخنا، إذا ماتت الزوجة الكتابية وليس لها وارث علما بأن زوجها مسلم، الزوجة الكتابية علما بأن وليس لها وارث علما بأن زوجها مسلم، لمن يكون المال شيخنا؟ قلنا إما نقول بأنه إن لم يكن لها وارث ذهب البيت من المسلمين لزوجها، فإن كان لها وارث فهو الذي يرث. يا سيبن الحلال لها وارث، أخوها أبوها الكافر يرثها. نعم نصيب الزوج هنا ما يروحش، ما في نصيب زوج، هو ليس له نصيب اصلا، لا يتوارث اهل ملتين، لا يرث المسلم كافر ولا كافر المسلم. بيقول هنا جهاد ان يرث ان لم يكن هناك وارث، فيكون ان لم يكن هناك عصب يرث الخال، فنعمل الدليلين. اي دليلين؟ ما احنا قلنا اصلا انه ليس بسبب يرث به، هناك قرابات يرث بها وهي السبب في سبب الارث، هو ليس منها، هو ليس منها أصالة، فلذلك عندنا الآية فارزقوهم منه وأقول لهم قول، ما هو قرابة هي، قال فارزقوهم منه وأقول لهم قولا معروفا. لماذا قلنا التأويل؟ أجأنا التأويل في ذلك حديث ابن عباس لأولى رجل ذكر، فلو كان هناك غيره لبين، وأيضا الجمهور ضعفوا الحديث، ولكن نحن نقول لا نقول بتضعيف، نقول بتحسيني، فكانت المسألة أنها طعمة للقربة،